ينافس دبي وقد يقضي عليها. ماذا تعرف عن حرب الخليج البعيدة التي لا تسمع عنها في باكستان؟ يقع ميناء جوادر الباكستاني جنوب غربي البلاد، يطل على بحر العرب بالقرب من مضيق هرمز الذي تعبر منه ثلث تجارة النفط العالمية. في السابق كان جوادر تحت سيطرة عمان منذ عام 1779، لكنه أصبح ملكا لباكستان مع حلول عام 1958. ظل الميناء معطلا حتى عام 2002 قبل بدء باكستان بتشغيله، مستفيدة من عمق مياهه وصلاحيته لاستقبال السفن الكبيرة. تكمن أهميته بكونه أقرب إلى الصين من الصين نفسها، فهو أقرب لتجارة إقليم شينجيانغ الصناعي من الموانئ الصينية الشرقية، لذلك ستعبر التجارة برا على طول جغرافيا باكستان حتى تصل إلى جوادر، ومن هناك إلى بقية دول الخليج والشرق الأوسط. مع حلول عام 2013 أعلنت الصين عن إطلاق مشروع حزام واحد وطريق واحد في سياق صعودها المستمر كقوة اقتصادية عظمى. المشروع عبارة عن عدة طرق بحرية وبرية عملاقة سيتم إنشاؤها تباعا بالتعاون مع 68 دولة، والهدف منه إيصال البضائع الصينية مباشرة إلى أوروبا والعالم، وتقدر كلفة الاستثمار السنوي فيه ب 150 مليار دولار. ينقسم المشروع إلى حزام بري وطريق بحري، ويقع جوادر ضمن خطة الحزام البري الذي يتكون من 6 طرق رئيسية، أشهرها طريق قطار لندن الصين العظيم الذي يقطع 18 ألف كيلومتر مرورا ب9 دول. عام 2015 استأجرت الصين ميناء جوادر ل40 عاما كاملة في اتفاقية ثنائية مع باكستان بهدف توجيه بضائعها مباشرة إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط عبر هذا الميناء. وأبدت الصين استعدادها لاستثمار 4.5 مليار دولار لإنشاء الطرق والفنادق والمطارات وغيرها من البنى التحتية في محيط جوادر. وفي عام 2016 تحول الحلم إلى حقيقة، فقد شحنت الصين أولى بضائعها باتجاه جوادر لتقطع مسافة 3000 كيلومتر من إقليم شينجيانغ في شمالي غربي الصين إلى جوادر في أقصى غربي باكستان على خليج عمان. دبي ترتجف. وضعت دبي استثمارها في البنى التحتية لتتحول إلى مركز عالمي للأعمال والتجارة والسياحة، وبذلك تلافت مشكلة نقص مواردها الطبيعية، وأصبح اقتصادها يعتمد على الخدمات بشكل رئيسي، والفضل يعود بدرجة كبيرة إلى موانئها الضخمة مثل ميناء راشد ومنطقة جبل علي. وطالما أن السفن تمر من دبي فدبي بخير، لكن ماذا لو تحولت الوجهة مع ميناء جوادر؟ هنا تكون الكارثة. حاولت الإمارات كثيرا إيقاف هذا المشروع الصيني الباكستاني باتباع طريقتين، أولاهما عبر دعم المعارضة الباكستانية للإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف، وهذا ما حدث بالفعل في يوليو تموز 2017 بعد أن لحقت به اتهامات فساد عبر وثائق مصدرها الإمارات، وثانيهما عبر نسج تحالفات إقليمية ضد المشروع الباكستاني كالتحالف مع الهند العدو التقليدي لباكستان، والتي زار رئيس وزرائها ناريندرا مودي دولة الإمارات في نفس عام توقيع اتفاقية جوادر الباكستانية الصينية. وكانت تلك الزيارة الأولى لرئيس وزراء هندي منذ 37 عاما. طريق الصين باكستان يخيف الهند أيضا، فهو يمر من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وهو ما يعني أن الإقليم سيكون ممرا للعملاق الصيني وتحت حمايته. إيران أيضا تخشى جوادر، لذلك حاولت تخريب هذا المشروع بتعجيل تطوير ميناء تشابهار الذي يبتعد 165 كيلومترا فقط عن منافسه الباكستاني، وقامت بتسليمه للهند بشكل كامل ضمن خطة ستكلف الهند 500 مليون دولار. وبما أن الصراع أضحى إقليميا بامتياز ويؤكد قرب تغيير قواعد اللعبة في المنطقة بأسرها، جاء دور قطر للدخول على خط جوادر، معلنة استعدادها لدفع 15% من إجمالي كلفة تطوير وبناء الممر الصيني الباكستاني، لتنتقل بذلك تجليات أزمة الخليج القريبة إلى الضفة البعيدة على ساحل باكستان. جوادر ليس قضية صراع إقليمي فحسب، فالولايات المتحدة تقف في صف الهند والإمارات، بينما تتدخل روسيا لتدعم ضفة الصين وباكستان، مما يعني أن المسألة أصبحت مسألة صراع دولي على النفوذ والسيطرة.
نجاح الصين وباكستان وقطر في جوادر الباكستاني لا يعني فقط نقطة إيجابية لباكستان في صراعها التاريخي مع الهند، وامتدادا إضافيا لنفوذ روسيا المتصاعد في آسيا الوسطى، ومحطة متقدمة للصين نحو منطقة الخليج والشرق الأوسط، بل يعني أيضا انتهاء حتميا لدور دبي المعهود كمركز تجاري عالمي في غضون 10 سنوات من الآن، ولن يكون بذلك محطة بحرية خاسرة للإمارات في حرب موانئها فحسب، بل بديلا عن دبي نفسها.